مساء الخير، معنا شقة في معالي السرايات، شقة مودرن. ده الصالونات بتاعتها، هنا السفرة مقابلها الأمريكان كيتشن، مطبخ أمريكاني، كل حاجة بيلت إن، ديش ووشر، أوفن، تلاجة ال جي. طبعا البوتاجازات كلها شغالة بالغاز الطبيعي. ده كده كوز السفرة تاني والريسبشن معانا، ده في قلب معادي السرايات، في أهدى منطقة في معادي السرايات. معانا جيست تويلت، بعد كده جيست تويلت، ده الحمام التاني مع شاور تويلت. تمام، هنا الستورج، دي أول غرفة فيها دبل بيد، دبل بيد بالبلاكرات كلها، بالتكييفات، بالستاير، أرضياتها كلها باركي. تمام، دي أوضة تانية ممكن نعملها ليفينج، تفتح على البلكونة بتبص على الشارع. طبعا معها مكتب، ممكن تبقى صالة، ممكن تبقى ليفينج، ممكن تبقى أوضة تانية. معها تلفزيون 52 بوصة كبير. نيجي بقى للماستر بيدروم. ماستر بيدروم معها لاكرات ماستر بيدروم من ورا، لاكرات اهيت، بص على الشارع. الحمام برضه بالشاور، حمام مودرن ومفروشة بالكامل، وسعرها نقطة في قلب معادي الصلايات، قريبة من كل السفارات، قريبة من كل حتة، منطقة كلها هادية. بس شكرا جزيلا.